السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من 1440 سنة تقريبا كان الممثل أحمد زاهر في بني قينقاع بالمدينة المنورة، وبينما كان الممثل أحمد زاهر يتجول في سوق بني قينقاع مول، إذ ظهرت أمامه امرأة مسلمة عفيفة لا يظهر من جسدها الشريف أي شيء. وطبعا أحمد زاهر كان ينظر لها والشرار يتطاير من عينيه، لأنها من وجهة نظره غير متحضرة، إذ كيف تخفي هذه المسلمة مفاتنها وتخفي أنوثتها عن الناس وعن عيون الشباب؟ وكان في شلة يهود صيع واقفين في المكان، والغل والحقد على المسلمين يكاد يفتك بقلوبهم. هتقولي وليه الغل والحقد يملأ قلوبهم؟ هقولك ده بصراحة سؤال ساذج وانا مش هرد عليه. هما اليهود يا ابني يعرفوا شيء غير الغل والحقد والمؤامرات والخراب؟ المهم اقترب اليهود من المرأة المسلمة العفيفة وراودها ان تكشف وجهها، فرفضت بكل شموخ وان كان الثمن حياتها. في نفس الوقت ذهب بعضهم خلسة من خلف المرأة وربط طرف ثوبها فربطه الى ظهرها وهي لا تشعر، وحين همت بالوقوف انكشفت عورتها، وفرح اليهود وسخروا وضحكوا مما حدث لها. فصاحت الحرة مستغيثة بالمسلمين من حولها، فرآها شاب مسلم لا يعرف له اسم لكن الله يعلمه، وكفى به شرفا وفخرا، فوثب على اليهودي فقتله. فتجمع اليهود على المسلم الحر الشريف فقتلوه، فشرفه الله بأن قتل شهيد الدفاع عن عرض امرأة مسلمة لا يعرفها ولا تعرفه. لأن المسلم الحر يرى أن عرض أي امرأة مسلمة هو عرض له شخصيا، ليس كما يحدث اليوم. إن هتك ذئب بشري عرض امرأة في شارع لا تجد من يتدخل لها، لأنها ليست من شارعه أو من أسرته، إلا القليل في هذه الأمة من الممكن أن يكون لهم ردة فعل محترمة. المهم دخل المشخصات أحمد زاهر يقاتل إلى جوار اليهود لقتل المسلم، لأنه مسلم متخلف إزاي يغضب للمرأة التي رفضت كشف عورتها؟ وصرخت واستغاثت بالأتقياء الأحرار من المسلمين. وصعد المشخصات على مكان مرتفع وظل يخطب في القوم: أيها الناس، إن تعرية جسد المرأة ليس عيبا ولا حراما، وإن المرأة المحجبة تقتل أنوثتها، وكيف تخفي امرأة مفاتنها؟ من المفترض أن تكون من حق كل الناس أن يشاهدونها. طبعا الحكاية لها أصل وصحيحة، إلا أننا خلطنا بها وجود المشخصات في الواقعة وتخيلنا ردة فعله كيف تكون. لكن حقيقة باقي القصة أن الخبر حين طار إلى النبي صلى الله عليه وسلم هب صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فحاصر أهل الغدر والخيانة، ثم حكم شرع الله فيهم، ثم طردهم طردة الكلاب إلى البقاع والفيافي، وأغلبهم إلى الشام، وقد هلك أغلبهم فيها. تلك القصة انتصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم لتلك المرأة من أجل خلق عظيم من خلق الإسلام، وخصلة عظيمة قل من يطبقها اليوم، إنها الغيرة على الأعراض والمحارم. طيب وإيه علاقة القصة بالمشخصات أحمد زاهر يا مولانا؟ العلاقة في الصورة دي: أحمد زاهر يعطينا ظهره ويضع يده على عينه يمسح دمعة رقيقة سقطت على خده الغالي. تدرون لماذا سقطت الدمعة؟ إياك أن يذهب خيالك بعيدا وتسبح في أفكار فكرك وتظن أن الرجل يسمع آية من كتاب الله خلعت قلبه وحركت مشاعره، وأيضا لا يبكي لأن ابنته تتسلم شهادة حفظ كتاب الله الكريم، ولم تسقط دموعه لأن ابنته اكتشفت علاج لفيروس كورونا لا سمح الله. كل هذا لم يحدث، ولكن كان الأب يجلس في إحدى المهرجانات وبجواره إحدى بناته وكتفها عاريا وملابسها ضيقة بشكل مخزي وفاضح، وكانت ابنته الأخرى فوق منصة التكريم تتسلم جائزة من إدارة المهرجان، وكانت عارية الكتف ومفصلة الجسد بشكل حقير. واوعى تقولي انت ما عرضتش الصورة ليه، اصل كده ازعل منك. ووالله لولا اننا وقعنا على الفيديو قدرا دون ترتيب اثناء البحث في اليوتيوب، لولا ذلك ما علمنا ما حدث. وسبب بكاء الاب الحنين
الحسين أن ابنته كانت تهديه الجائزة التي فازت بها، جائزة عرض مفاتنها للناس وللشباب المحروم، جائزة بيع الأعراض وذبح الغيرة على المحارم، جائزة الدياثة والخلاعة وسوء الأدب والتربية. وهو نفس الأب اللي قال قبل كده من حق أي حد يتصور مع بنتي لكن ما يحطش إيده على ظهرها، يعني تتفرج آي وتتصور كمان بس نو تاتش، زي بتاع الطماطم كده يقولك اشتري من غير ما تقلب وتفعص في البضاعة. لا حمش يا زاهر وعندك نخوة ورجولة، معرفتكش أنا كده. يعني أنت بتقول للناس أنا هعري جسد بنتي وتفرجوا براحتكم لكن ممنوع اللمس. والأكثر من أحمد زاهر هو المشخصاتي سمير غانم صاحب 83 سنة، يعني عمره يبلغ 5 أضعاف سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنه حين كان يقود جيش بمفرده لمحاربة الروم. اسمعوا ردة فعله على ارتماء زوجته في أحضان المشخصاتي عادل إمام، ولا تلوموا على الخنازير أنها لا تغار على إناثها لأن الخنزير حيوان لا يعقل ما يفعل. سمعت النقد الشديد اللي اتقال بعد البوسة الشهيرة بتاعت فيلم النوم في العسل ما بين الفنانة دلال عبد العزيز والفنان عادل إمام؟ سمعتها. اتعاملت مع ده ازاي؟ ايه؟ اتعاملت مع ده ازاي؟ عوضتها ان انا قعدت ابوس فيها. كنا يعني لسه عرايس وبتاع، وبعدين هي بقى بتحب التمثيل قلت لها انبسطتي؟ اهو ده التمثيل. خلاص انتهينا بقى، بعد كده اللي عايز بوسه يسالنا انا الاول. يسال الاول. برضه يسال الاول. ده كان تقريبا بعد 10 سنين من جوازكم. بتستعمل النوع ده من النقد ازاي؟ وخصوصا انه انت والفنانه دلال عبد العزيز يعني زواج عن حب و اللي نقد ده انتقد ده اولا سوري يعني اول ما عادل امام كمان يعني ما هوش يعني هو اخ وحبيب والعيله كلها، يعني انا ما انساش عادل امام اخويا اللي توفى ده الله يرحمه، وخدته معايا ودخل معايا المستشفى وضحكوا ضحكوا قبل ما خلاه يروح قلبي يضحك، انا بقيت سعيد يعني عادل بالنسبه لي قشه عمر. فده تمثيل ده بروفيشنال يعني. انتوا بتقولوا ايه يا اخوانا؟ ده عادل امام اخويا، هو حد غريب لا سمح الله؟ وحتى لو غريب ده تمثيل يا اخوانا، بطلوا بقى تخلف ورجعيه واطلعوا من عبايه التخلف اللي انتوا عايشين لنا فيها دي. لا واخدين بالكم من كلمه اللي عاوز بوسه يسالني انا الاول؟ سلامه القرون يا عم الحاج، نعوذ بالله من هذا. انها الدياثه في احط امثلتها حين يكون الديوث في نهايه قرن من عمره على هذه الأرض، حين يكون ردة فعله على الفضيحة أنه يقول عوضتها أن أنا فضلت أبوس فيها تاني يوم. والله حتى الحيوانات التي ميزنا الله عنها بالعقل لا تفعل ذلك. الديك أعزكم الله لا يسمح لأحد أن يقترب من أنثى، بل والله ولا الكلاب، بل حتى الكلاب يا أخي تتقاتل من أجل الفوز بكلب للذكر الواحد. لا يأبه بذلك إلا حيوان واحد هو الخنزير، الحيوان الوحيد الذي إذا اعتلى على أنثى ثم تركها لا يشغله من يعاشرها بعده. هذا الذي يصدر إلى شبابنا وبناتنا على شاشات التلفاز في صورة من قتل الغيرة عندهم. اللهم أحسن خاتمتنا واستر أعراضنا يا كريم. انظر إلى ردة فعل المشخصطية أهل العهر والدياثة وقارنها بتقاليد وعادات أناس في الجاهلية قبل الإسلام. نهيكم عن أروع الأمثلة للغيرة على الأعراض بعد نزول الإسلام. كان أحدهم يقول أصون عرضي بمالي لا أبدده، لا بارك الله بعد العرض في المال. واليوم يسمح لامرأته أن ترتمي في أحضان هذا وذاك لأجل المال والعياذ بالله. كانت من عادات العرب في الجاهلية أن يتقدم الرجال إلى نبع الماء فيسقون ثم ينصرفون، وتدخل النساء من بعدهم فيغتسلن ويسقين وهن يشعرن بالأمن والأمان، ولا تشك إحداهن ولو للحظة واحدة أن يكون هناك أحد يتلصص عليهم، حتى اللص أو قاطع الطريق أو أي صعلوق حقير. في هذا الزمن كان من المستحيل أن يؤذي عرض امرأة من قبيلته أو من قبيلة غيره. يا أخي حتى عنترة بن شداد عابد الأوثان كان إذا رأى جارته تمر من أمامه يغض بصره عنها حتى تمر في أمان، وكان يقول وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواها. وفي هذا الزمن الجاهلي قيل أن امرأة شريفة شاهدت خمر في مجلس به نساء فقالت للقوم هل تشرب نساؤكم الخمر؟ قيل لها نعم، قالت
زنينا ورب الكعبة، فاعتبرت الشريفة أن مجرد شرب المرأة الخمور قد سقط عنها لباس الشرف والعفة وأصبحت ساقطة زانية. وآباء وأمهات اليوم يسمحن لبناتهن بالجلوس في الكافيهات والمقاهي، يزاحمن الرجال والشباب فيها، وتشرب إحداهن الشيشة وتضع رجل على رجل وتضحك ضحكات صارخة وكلمات خادشة ونظرات جريئة يستحي الرجل والله من فعل. ألا فاستحوا يا أباء ويا أمهات، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والله للجاهلية خير من مجتمع ضاعت فيه القيم والمبادئ وقتل فيه الحياء شر مقتل. في الجاهلية كان عندهم غير على الأعراض والمحارم، فروي أن أحدهم شك في إخلاص زوجته له فطلقها لخيانة علمها عنها، ولما عتب من أشباه الرجال قال قولته التي خلدها التاريخ وحفرها في صفحة صفحاته بمداد من ذهب على صفحات من نور، قال: وأترك حبها من غير بغض، وذاك لكثرة الشركاء فيه، إذا سقط الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه، ولا تبغي الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب ولغن فيه. ويحكى أن أعرابيا في الجاهلية زفت إليه عروسه على فرس، وبعد أن نزلت من على الفرس قام بذبح الفرس، فلما عاتبوه في ذلك قال لهم: خشيت أن يركب السائس مكان جلوس زوجتي ولا يزال مكانها دفئا. قد تستغرب العقول هذا الذي فعله، لكن أصحاب الغيرة لا يعجبون من صنيعه. علي بن أبي طالب رضي الله عنه يروى عنه كما جاء في كتاب المسند لعبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل يقول أنه لما رأى الأسواق يزدحم فيها الرجال والنساء قال غيرة على نساء المسلمين: ألا تستحون؟ ألا تغارون؟ فقد بلغني أن نساؤكم يزاحمن العلوج، أي الأجانب، في الأسواق، وقد سمعت عائشة أم المؤمنين تقرأ قول الله: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ثم تضع خمارها على وجهها وتبكي وتقول: خان النساء العهد، خان النساء العهد. جاء في كتاب القاموس فيما يحتاج إليه العروس أن امرأة تقدمت إلى مجلس القاضي موسى بن إسحاق بمدينة الري سنة 286 هجريا، ومدينة الري فتحت في عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذلك بقيادة نعيم بن مقرن رضي الله تعالى عنهما جميعا، وهي في إيران حاليا. فادعى وكيلها بأن لموكلته على زواجها 500 دينار مهرها، يعني تطلب مؤخرها وقت الطلاق وهو 500 دينار. فأنكر الزوج، فقال القاضي لوكيل الزوجة: أين شهودك على ذلك؟ فقال وكيلها: أحضرتهم. فطلب بعض الشهود أن ينظر إلى وجه المرأة ليشير إليها في شهادته، يعني أراد رفع الحجاب ليرى وجهها ليتأكد هل هذه أم لا قبل الشهادة. فقام الشاهد وقال للمرأة: قومي. فقال الزوج: ماذا تفعلون؟ قال وكيلها: ينظرون إلى امرأتك وهي سافرة الوجه لتصح عندهم معرفتها وذلك للحاجة. فقال الزوج: إني أشهد القاضي أن لها علي هذا المهر الذي تدعيه ولا تسفر عن وجهها، حتى عند الطلاق لا يريد أحدا أن يرى وجهها. والنهاردة للأسف وقت الطلاق بيخليها تدخ في المحاكم وتتشحطط بعيالها وتلف على محامين البلد علشان تاخد حقوقها منه، نعوذ بالله من أشباه الرجال. فلما فعل ذلك وأعطاها حقها فقالت المرأة: فإني أشهد القاضي أني وهبت له هذا المهر، تعني به المؤخر، وأبرأت ذمته في الدنيا والآخرة. فقال القاضي وقد أعجب بغيرتهما: يكتب ذلك في مكارم الأخلاق.
وخد بالك دول مش 500 جنيه دول 500 دينار، يعني وزنهم كان اكتر من 2 كيلو ذهب عيار 24. رحم الله زمان الغيرة ورحم الله القاضي موسى بن إسحاق الذي كان لا يرى مبتسما قط، فقالت له امرأته لا يحل لك أن تقضي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، فابتسم رحمه الله. وكان يضرب به المثل في ورعه. توفي رحمه الله سنة 97 و200 بالأحواز العربية، فك الله أسرها من بطش الروافض الغاصبين. وانظروا إلى غيرة الصحابي الجليل سعد بن عبادة رضي الله عنه حين قال لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعجبون من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير منه، والله أغير منا. من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه كان يأكل تفاحا ومعه امرأته، فدخل عليه غلام له فناولته تفاحة قد أكلت منها، فأوجعها معاذ ضربا، ضرب تقريع وعتاب وليس تكسير رقاب. فما بال أناس اليوم يترك العنان لزوجته على عتبة الدار أو في الشوارع والطرقات، تضحك بضحكات هستيرية يسمعها الجميع وتفتن بها قلوب الشباب، وتحدث هذا وذاك وتضحك مع هذا وذاك، نسأل الله السلامة. أما الذين ذكرت فأولئك آبائي، فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. ومهما غصنا في قاع بحور السيرة النبوية وسير الصحابة والتابعين والعلماء، ما اكتفينا من ضرب الأمثلة في الغيرة على المحارم، بل الغيرة على عرض كل نساء الأمة وإن كانوا من غير دمنا ونسبنا. فرحم الله زمان الغيرة. لا تنسى أن تشارك هذه المادة لينتفع بها الجميع، فالدال على الخير كفاعله. ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. وكذلك لا تنسى دعم القناة على منصة باتريون، الرابط أسفل الفيديو، لدعم وتطوير واستمرار القناة في تقديم ونشر التوعية ومكافحة الشبهات. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.